إذا كان الشاي الأخضر يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي تدعم صحة الإنسان السليم، فهو على الجانب الآخر تتوافر به بعض الخواص التي تساعد على علاج بعض الاضطرابات الصحية. ومن بين الاضطرابات الصحية التي يقدم الشاي الأخضر العلاج لها، الشاي الأخضر يفيد في تخفيف أعراض الحساسية التي ترتبط بتغير الفصول، كما يقوي من حاسة الإبصار لدى الأشخاص التي تعاني من ضعف فيها، ويخفض من معدلات الكوليسترول العالية، كما يفيد في علاج التهابات اللثة، ويعالج السمنة بالعمل على إنقاص الوزن وغيرها من الاضطرابات الأخرى التي يساهم في تخفيف حدة أعراضها. الشاي الأخضر من العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن يضيفها الشخص ضمن برنامجه الغذائي للحماية من الحساسية المرتبطة بتغير المواسم، حيث يحتوي على خواص مضادة للحساسية ويعمل كمضاد للهستامين طبيعي. دائما وأبدا كان التحدث عن الجزر أنه يقوي حاسة الإبصار، لكنه في الأبحاث المستمرة تم التوصل إلى عناصر غذائية تدعم حاسة الإبصار عند الإنسان، ومن بينها الشاي الأخضر، حيث أن مضادات الأكسدة التي توجد به تتخلل أنسجة العين وتعمل على تقويتها إذا كان هناك خلل ما بها. وفي دراسة تم إجراؤها في عام 2001 فقد ثبت أن الشاي الأخضر قد حال دون حدوث حالات من العمى متصلة بالمياه البيضاء، وذلك من خلال تجربة أجريت على الفئران، لكن ما زالت التجارب جارية لإثبات فائدتها فعليا على عين الإنسان وتقوية الشبكية لديه. إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في معدلات الكوليسترول، عليه بشرب الشاي الأخضر لأنه يعمل على خفض المعدلات العالية من الكوليسترول، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وتناول وجبات خفيفة مع الشاي الأخضر تساعد على خفض معدلات الكوليسترول العالية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحول دون امتصاص الكوليسترول من الأمعاء الغليظة. هناك خطأ شائع يرتبط بشرب الشاي الأخضر، وهو ما يسببه من بقع للأسنان بسبب حمض التانيك الذي يكسب الشاي لونه الداكن، لكنه على العكس فالشاي الأخضر يفيد اللسة والأسنان، فقد أثبتت بعض التجارب أنه بتناول الشاي الأخضر فهو يقلل من أعراض التهابات اللسة، وذلك لوجود مادة الكاتشن التي تعمل على تقليل حدوث الالتهابات بجسم الإنسان، وبالتالي السيطرة على البكتيريا وتقليل حمضية اللعاب وتكون الرواسب على الأسنان، وبالتالي الوقاية من تسوسها الذي يعد مؤشر لصحة الفم الضعيفة. من المعروف عن الشاي الأخضر أنه لعلاج مرضى سرطان البنكرياس، وحديثا ثبت أنه يحارب سرطان الفم بالمثل لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة التي تقتل الخلايا السرطانية وتعمل على تدميرها، أي أنه قد يكون بمثابة البديل للعلاج الكيميائي، والاختلاف يكون في عدم وجود أعراض جانبية متصلة به مثل التي توجد للعلاج الكيميائي. الأشخاص التي تعاني من السمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وقد أثبتت الأبحاث والتجارب المعملية أن الشاي الأخضر يساعد على فقد الوزن وبالتالي تجنب المخاطر الصحية المتصلة بالسمنة. الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد أشعة الشمس، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية، فيمكن أن تدهن كريمات الشمس وترتدي النظارات الشمسية مع شرب الشاي الأخضر في نفس الوقت، وخاصة عند زيارة الشواطئ والتعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس. إن مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تزيد من مقاومة الجلد لتأثير الأشعة فوق البنفسجية، والتي تؤدي إلى العجز المبكر، كما يخفف الشاي الأخضر من احمرار الجلد لمن يعانون من حساسية الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس. أضرار الشاي الأخضر لمختلف الاضطرابات. إذا كان للشاي الأخضر العديد والعديد من الفوائد التي تشجع الكثير على شربه يوميا لأنه مشروب صحي، فإنه على الجانب الآخر فقد يمثل ضررا لبعض الحالات المرضية، ومن بين الحالات المرضية التي ينبغي عليها تجنب شرب الشاي الأخضر أو الإقلال منه قدر الإمكان. ولا بد من التحدث إلى الطبيب إذا كان الشخص يعاني من إحدى الاضطرابات التالية عند تناوله للشاي الأخضر. لا للشاي الأخضر مع مرضى الأرق، فالشاي الأخضر يزيد من حالة الأرق والتوتر سوءا، لذا على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أن تبقى بمنأى عن تناول الشاي الأخضر. الشاي الأخضر والمرأة الحامل. المرأة الحامل بوجه عام لها الاهتمام باعتبارها حالة صحية خاصة مثل الحالات المرضية التي تتطلب توخي الحذر عند تناول مختلف الأطعمة والمشروبات، والإكثار من تناول الكافيين أثناء فترة الحمل. أكثر من كوبين في اليوم الواحد لا يوصى به، لأن الشاي الأخضر يرتبط بحالات الإجهاض والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، لذا يوصى بتجنبه أو الإقلال منه أثناء فترة الحمل قدر الإمكان. الشاي الأخضر ومرضى أنيميا نقص الحديد. إن شرب الشاي الأخضر يحول دون امتصاص الحديد من المواد الغذائية ومكملاتها، لذا فهو يزيد من حالة مريض أنيميا نقص الحديد سوءا، كما يزيد من فرص إصابة الشخص السليم بالتعرض لمثل هذا المرض. الشاي الأخضر ومريض السكر.
مادة الكافيين التي تتواجد في الشاي الأخضر تؤثر على معدلات السكري في الدم، لذا لابد أخذ الحذر، وخاصة لدى مرضى السكر عند شرب الشاي الأخضر. الشاي الأخضر وأمراض القلب. الكافيين الذي يوجد في الشاي الأخضر قد يكون ضارا بمرضى القلب لأنه يسبب عدم انتظام ضربات القلب. الشاي الأخضر وسيولة الدم. إذا كان شخص يأخذ أدوية مسيلة للدم عليه بتجنب الشاي الأخضر، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين كي الذي يلغي تأثير أدوية السيولة، كما أنه لا ينبغي شرب الشاي الأخضر مع الأسبرين لأنه يزيد من مخاطر النزيف. الشاي الأخضر واضطرابات المعدة. مادة الكافيين التي تتواجد في الشاي الأخضر تحفز المعدة على إفراز المزيد من حامضها، وبالتالي الشعور بعدم الراحة، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من حرقان بفم المعدة. الشاي الأخضر خطر لمرضى ضغط الدم المنخفض. الكافيين يقلل من التدفق الدموي للمخ، مما يؤدي إلى شعور الشخص بالدوار والإحساس بالغثيان وزياد حدة الأعراض سوءا مع الشخص الذي يعاني من انخفاض ضغط الدم. الابتعاد عن الشاي الأخضر مع مريض التشنجات. فالكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي، كما ينشط الخلايا العصبية عند الإفراط في تناوله مسببا التشنجات. الشاي الأخضر يضر بمريض الكبد. إن شرب الشاي الأخضر أو أخذ أي من مكملاته قد يضر بحالة الكبد ويزيدها سوءا، لأن الكافيين يتراكم في الدم ويستمر مفعوله لفترة من الزمن. ما هي العلاقة بين الشاي الأخضر والعظام؟ بما أن الشاي الأخضر مضر للبول عند بعض الأشخاص، فهذا يعني خروج كم من أكبر من الكالسيوم في البول بتكرار التبول مع شربه، وهذا يعني حدوث نقص في الكالسيوم في جسم الإنسان، مما يشكل خطورة لمرضى هشاشة العظام، أو يساعد على إصابة الإنسان السليم بهذا المرض عند شربه بشكل متكرر على مدار اليوم. لذا يوصى بعدم تناول أكثر من 300 ميلي جرام في اليوم، ويمكن تعويض ما تم فقده من كالسيوم بأخذ مكملات الكالسيوم بعد استشارة الطبيب. يتوافر في الشاي الأخضر خواص مضادة لأدوية بعض أنواع مرضى السرطان التي بذلك توقف فاعليتها، مما يحذر على مريض السرطان شربه إلا بأمر الطبيب، هذا بخلاف ما يقدمه من نفع في تخفيف حدة أعراض مرض سرطان الفم وسرطان البنكرياس. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.